السائل يقول: كان عندنا مسجد قديم ثم قمنا بإزالته لتجديده، وعند عمليات الحفر وجد أن هذه الأرض فيها قبور وعظام للأموات، فقمنا ببناء المسجد أو قاموا ببناء المسجد، يقول: ما حكم الصلاة في هذا المسجد الآن؟ كان الواجب عليهم أنهم شالوا العظام وآثار القبور إلى المقبرة ونظفوا المسجد منها وصلوا فيه، ما في بأس. أما إذا كان لا تزال القبور فيه فلا تجوز الصلاة فيه، هذا يحتاج، هذا وين هو فيه المسجد؟ ما ذكر. إن كانوا في المملكة فلا بد أنهم يذهبون إلى وزارة الشؤون الإسلامية وتنظر في هذا، تنظر في هذا وتزيل المحذور. نعم.